أمير 26 عام ولد كازا في المغرب. هو دري كيليميني وقالوا لي دارهم غتنوض اليوم وتمشي تقرا في فرنسا. ناض في الصباح هز الشكارة ديالو ناوي يمشي للمدرسة عادي حتى شنق عليه با قدام الباب سمع بوغوس إما غتزيد قدامي الطيارة ولا غنضرب أمك بشي صالية. صبرك قبل ما نوصل تخسر هذا. كيف ما شفتو جالس كنمونتي لا فيديو اللي كتفرجوا فيها دابا ولقيت راسي ما درتش الانترو دوكو عرفتي عجزت حوالي ساعه قلت نعاود نحط الكاميرا ونشعل الضو ولقات المسائل ندير الانترو غير بالتليفون. المهم ولا عرفتو الضيف ديال هذه الحلقه هذا شكون هو الى ستوريز دونك بغيت نجيب لكم نعرفوا عليه اكثر. كنت خليت لكم انستغرام اللي كاشوم اللي بغيتو تطرحوا عليه باش نتعرفوا عليه نعرفوا شنو كيدير في كندا واش تيخدم واش تيقرا ايتترا. المهم ما نطولش عليكم خليكم تشوفوا الانترفيو توت سويت فوالا هادشي اللي كاين. بون الدراري غير باش نفسر لكم راني كما كتشوفوا التليفون راه معلق راني داير فيس تايم مع ايدال اي او ميم طو كنتصنتلو وكنهضر معاكم باش تفهموني اش كنشوف التليفون هنايا. انا باش نفسر لكم نفس القضيه عاود لهم صافي. دونك سي ايدال بغينا نتعرفوا عليك بغينا نعرفوا شكون مخبي من مور ايدال ستوريز نعرفوا شكون ديك الشخصيه شكون داك الشخص شنو كيدير في حياته شنو تيخدم فين عايش شنو واش تيقرا واش شنو كيدير غير نتقربوا لك اكثر وبغيت نعرفك للناس الناس شحال من واحد ما تعرفكش تعرفك داك ميخيلي لي لور تيبقى تيغوت وكاعي محامش المغرب ما حتى شي حاجه فهمتيني بغينا نعرفوك عن قرب. شور كنشكرك بعدا لي لبيت الدعوه صافي بليزير ويد ومبروك بعدا 200 كا شكرا قبل ان شاء الله المليون ان شاء الله. وباش نبدا لكم هلال نقول لكم لاج ديالي تا ما ولاش كنت انترفيو انا هو انسان خلوق ميزك شنو كنيتك شنو هلال ميلالي منين بديت انت في المغرب من كازا كازا وين بلاصه بالضبط من حامل عبد الله عين الشق وتزاديت في درب السلطان مازال عايش في المغرب لا دابا عايش في مونريال كندا عايش كندا. شنو قريتي في المغرب ديتي الباك ديالك عاد مشيتي لكندا ولا شنو درتي؟ خديت الباك ديالي قريت 2 سنين ورا الباك. شحال خديتي الباك؟ 14 فامار كتقرا ماشي 14 باش نكون واضح مع شي واحدين فيهم الديتاي بزاف 13 مع شي 97 المهم 14 من ورا الباك درت ملتي ميديا اوبسيون 2 دي 3 دي قريت عامين في المغرب عاد باش جيت لكندا. المهم ايكول بريفي ولا بيبليك؟ بريفي. من بعد كيفاش جاتك الفكره تمشي لكندا؟ هما في ليكول عندهم بحال قلتي فرع اخر هنا في كندا صافي منين نجحت ديسيديت انني نمشي كانت ماشي كانت هي ماشي كتكمل حيت ما كاينش زعما ساتش ثينغ ديال تكمل قرايتك هنايا في كندا مي بحال قلتي شفت باش نزيد واحد ليتل ديبلوم في كندا من تما من عندهم. داكور شنو هاد الديبلوم عباره على شنو دابا انت اختيتي بحال غتقول باك بلس 2 وشنو دابا جيتي تكمل باشلور اولا ماستر؟ لا هادشي بغيت نشرح لك ماشي كملت بحال خديت واحد الدبلوم اخر كنقولوا ليه ا او سي هنا تيستاسيون ديتود كوليجيال ودرتها في لانيماسيون 3 دي درت 2 سنين في المغرب وعام دوسي دابا ساليتيه ساليتو شحال هادي ساليتو في دوكو ما بقيتش كتقرا دابا لا لا دابا دايره شي 3 سنين انا ما كنقراش خدام دونك راك خدام يا فاش خدام شنو الخدمه ديالك خدام نيت شو داكشي ديال قرايتي خدام في هاد البواط هنايا ديال كيكريو لي جو داكشي ديال الفي ار والتخربيق وخدمت تما كوم ارتست 3 دي مي المهم فهاد 3 سنين خدمت تقريبا 2 سنين في هادشي وخدمت عام كنت في الديبارتمون ديال الماركتينغ ديالهم نيت هما نيت. اوكي مي هي اللي قربنا اكثر للخدمه ديالك شنو كدير كونكريتمون في هاد الخدمه هادي يعني شنو كتصنع؟ اوكي مني الا بغينا نهضروا على زعما كوم ارتست 3 دي ندخل معاك شويه داكشي سبيسيفيك مي المهم مني كي مثلا كاين واحد البروجي ياك مثلا نقولوا حنا ابليكاسيون ياك وهما محتاجين كاين واحد الاسيتس اللي غنحتاجو في ديك الجيم خصهم يكونوا مصايبين ب 3 دي فانا من ديبارتمنت اللي غادي نصايبوا لهم داكشي واللي غنحركوه وغانانيميوه ونديروا ليه التكستور وداكشي كامل وانا بالضبط شنو هو الحاجه اللي كناخذ بزاف هي الريجين راه بنادم اللي كيقرا هادشي راه غيعرفها الريجين هو ملي كيكون مثلا شي حاجه كاين تخيل واحد الكاركتر مصايب 3 دي ياك خصنا نحرك خصو يدوز الانيماتور يحركو انا هو ما بين المودلر والانيماتور انا هو اللي كندير ليه دوك البونز فهمتي العظام وندير ليه دوك لي كونترولور وداكشي كامل والخدمه في كندا كي لقيتيها زعما فاشيلمون ولا
ترتب شويه باش تلقاه. باش نكون معاك زعما رياليستيك، حيت ما يبيش شي دراري كيتفرجوا وداك الشيء، صافي نعطيك واحد الجواب جينيرال ونهضر على راسي. جواب جينيرال، بزاف ديال الدراري هنا في كندا صراحه كتلقاو صعوبه زعما باش يخدموا، خصوصا في داك الشيء اللي قراو، راك عارف اين فوا كتسالي الدبلوم، كتبغي دغيا حيت مع تابعينك دي فخي وداك الشيء ديال اللواي تخربيق، كتبغي تدخل لشي خدمه اللي راك عارف غير شي حاجه باش تدوز الوقت. هذه الاغلبيه اللي كترى باش ما نكون واقعيين. انا نقدر نقولوا خدم ليا شويه الزهر، وماشي الزهر فهمتي، حتى ملي كتكون شويه كومبيتون فغير ساليت قرايتي. انا اصلا لقيت الخدمه بحال قلت شي شهر قبل ما يكون عندي زعما قبل ما يكون عندي ليغالمون الحق انني نخدم، فوالا قبل ما يكون عندي الدبلوم وناخذ بيرمي طرافو. فغير ساليت بديت الخدمه، ما كانش بشي سالير عالي ولا شي حاجه او ثاني، مي المهم بقيت في الدومين. كنظن بان الناس زعما سوجي انتريسون، نقدو نديرو عليه فيديو بوحدها بطبيعه الحال. بغاو الدراري الا كنتو مهتمين نديرو انا وهيلا شي فيديو اخرى غير على ود عاوت هكا القرايه في كندا، الخدمه اللي ممكن تخدمها، لا فورشيت ديال الخلاص تما كي دير تمشي هذا. الا كنتو انتريسي خليو لايك في لا فيديو وكومونتيو تما، قولوا لنا اه ديروا لا فيديو، غنجمعوا انا وهيلا المره اخرى ونعاود نديرو لا فيديو ان شاء الله. يس صافي سيدي. يا مزيانه. الا قديتي تقولنا غير لا فورشيت دو بري باش نعرفوا شحال كتكون كتخلص من يلا كتخرج من شي جامعه في كندا ولا ماشي هذا، باش يعرفوا الناس زعما اللي باغيين يجيو يعرفوا شحال تقريبا شحال اللي زعما يتسناو. من يلا كتخرج تجي شي قرايتي وغدا خدام، يعني كما قلنا في الدومين ديالك. كاين الناس اللي المهم حنا نقول لك واحد لا مويان، وما غاديش ندخل في لي طاكس عشان دابا نقدر نقول لك مثلا 15 دولار باغور، ولكن اون فان كونتر واحد 30% ولا اكثر كتمشي لي طاك. ف نعطيك النت ياك تقريبا واحد 1800 مثلا 1600. دابا قلت لك واحد السالير اللي واحد غيب يلا غيبدا مثلا 1600 ميلوي، المهم ما بين 1600 و 2000 دولار بحالك تقريبا. فوالا اكزاكتومون، هادي فورشيت مزيان. والمعيشه انت قلتي لي في موريال ياك؟ دونك في موريال كي دايره المعيشه فيها؟ واش رخيصه واش غاليه؟ الكرا تقريبا شحال تيخصو؟ عطيني مثلا انت فين عايش، قول لي مثلا واش دو بياس دو شومبر ولا اون شومبر شحال تقريبا تكون دايره الثمن ديالها، باش نقربوا للناس زعما يعرفوا زعما المعيشه تماك شحال دايره، واش غاليه واش احسن زعما. حيت بزاف الناس كيتفرجوا فيا كيعرفوني عايش في فرنسا، عارفين فرنسا بلوز او موان شنو غيتهضروا فيها. كندا مازال الناس ما تيقولوش، فوالا ما كاينش بزاف ديال لي زانفو سي فغي. بصراحه بحال نبداو بالعيشه، هي ارخص زعما ريلاتيفمون مع بلايص اخرين هنا نيت في كندا، بحال الا كنا كنهضروا على تورونتو ولا فهمتي، هابطه في اللواي، هابطه في بزاف الحوايج. مي شحال نقولوا مثلا واحد الدري جاي يقرا شحال غادي يخسر مثلا ياك؟ مزيان هذا نعطيو بحال هذا ليكزومبل صافي. واحد جاي باغي يقرا خصو يكون عنده ديما اللي كنقولها هي تقريبا واحد المليون مغربيه في الشهر. دابا انا فهمتي بلا ما نهضر على راسي، فهمت نهضر واحد جاي باغي يقرا حتى دو جو بونس هي اللي بنادم باغي يعرف. مليون مغربيه واحد المويان مزيانه هي 1300 دولار غتعطيك كنديان، غادي اللوايي ياخذ لك فحال فهمتي. عاوتاني ملي كنهضروا في اللوايي كاين اللي ما عندوش مشكل يكري، بحال كنقول لك الا كنا حنا في كازا كاين اللي ما عندوش مشكل يكون في بوسكوره ولا و اون بلوس ميبي ساكن مع كولوكاتير، فهاديك تقدر توصل يخلص تقدر توصل به حتى لغير 300 دولار للشهر 400 فهمتي. ولكن شويه بعيد على بعيد وميبي بكولوك وداكشي. واحد المويان اللي فهمتي بخير ديال الدري ياخذ واحد استوديو صغير ما بعيد ما قريب فهمتي، داكشي بينو بينو مرتاح تكون واحد 700 800، يعني تقريبا راه 70% من الغوفينو ديالو كيمشي لغوف الكرا. انا ملي كنت انا كانت كتاخذ ليا تبع الوقت، انا حتى فمني بديت خدام كانت كتمشي ليا شي 60%، حيت المهم ساكن مي سا ديبون فين غاتسكن. واخا سهيلة، بالنسبة للكنديين كي دايرين كيفاش كيتعاملوا مع لي زيترونجي؟ واش يعني شعب كيفاش نقول لك شعب زعما كيبغي الاجانب كيتعامل معاهم مزيان؟ واش هذيك العنصرية ما كايناش بزاف بحال اللي كنلقاوها في اوروبا؟ عطينا زعما التجربه ديالك انت مع هادشي. انا صراحه ما عرفتش شنو كيطرى في اوروبا باش نقارن لك، ولكن نقدر نجي واحد اللعيبه ديال باش نجيك بعدا من الاخر وندخلوا في سميتو. هو اصلا هنا صعيب باش بنادم يكون راسيست، المهم ديك الراسيست البينه صعيب حيت القوانين هنا فهمتي تقدر يمشي بها الحبس شحال من حال. ف في نفس يعني بزاف ديال الناس راه واقيلا ما كي
ما كيديروش شي حاجه حيت خايفين بلوس كو واقيلا زعما كيرحبوا بالناس وداكشي. ولكن قد نقول لك هو لي بروفانس الاخرين على ما كنسمع احسن من كيبيك. مي عاوتاني حنا هنا في كيبيك الا كنا كنهضروا على مونريال راه زعما كامله دي زيميغرون، غير الا مشيتي ليا لشي مدينه صغيره في كيبيك اللي واقيلا تقدر بنادم زعما تجي في شكال ولا شي حاجه. مي راك عارف كندا اون جينيرال واحد البلاد اللي مصايبه بلي زيميغرون، كاينين دي كنديين اللي كيشبه لك يعني كتلاقى نتلاقى معاك دابا انت في الزنقه ما نعرفكش واش يعني تقدر تبان لي ممكن مغربي، ولكن راه اصولك مغربي ولكن هو كندي، كندي بلاك سون بكلشي، ف صعيب شويه يكون هادشي. غير عاوتاني باش ما نبيعوش الاحلام الا بعد المرات راك عارف دي ميليو بروفيسيونيل، فهمتي بنادم كيختلف. كاينين شي شركات اللي يعني كتقدر تلاحظ بان دوك لي رول ديال الماناجمنت العاليين ما معطينش زعما معطينش دي زيميغرون ولا شي واحد اللي باقي هادشي اللي كاين. بغيت نقول لكم كاين عندنا سبونسور بور سيت فيديو اللي هي لاجونس من حقي الجنسي، راكم كتعرفوها بالنسبه للناس اللي باغيين يمشيو قراو برا ابخي لو باك. دونك عندكم فرصه تمشيو تقراو بزاف ديال البلدان منهم لاشين، لوكرين، لاسباني، اي بروشينمو غاتكون ان شاء الله حتى كندا اي حتى فرنسا. قول غادي نخلي لكم انستغرام اي واتساب ديالهم سوا في ليكرون سوا لتحت في لين ديسكريبسيون، دخلوا تبعوهم الا كان عندكم دي كيسيون سولوهم. دابا غادي ندوزو لابارتي ديال اليوتيوب، الفقره ديال اليوتيوب. كيفاش انا عارفه كيفاش بديتي، فوقاش بديتي يوتيوب بعدا هيلال؟ انا يوتيوب بديتو في 2014 بحال هكاك، زعما الا كنا كنهضروا فوقاش بديت يوتيوب زعما غير بديت كنت كندير دي فيديو بحال داكشي ديال سيبريان، راك عارف دوك اللي كنا كنتفرجوا فيهم داك الوقت. يا درت بزاف د الحوايج من بعد، درت واحد الكونسيبت اخر تقريبا بحال الى ستوري تورين، كنت كنهضر بحال على دي بحال فاكس وداك الشيء وكندير دي فيديو. المهم بعد درت فلوغ ما خليت حتى حاجه ما درتهاش. مي الا كنا كنهضروا على الى ستوريز بديتها في داك الوقت ديال البانديمي جو بونس في النص ديال افريل 2020. نص افريل شحال كنت زيدتي في القناه ديك الساعات؟ زيرو ابوني شي جديد. انا ديما كان فوق ما كنبدا شي حاجه كنبدا زعما شي 8 شهور من زيرو ل 200000 ابوني. وعندي تا المروكن بودكاست راك عارف تا هو فيه شي 70000 واقيلا شي حاجه بحال هكا. المهم زعما هما لي دو شين اللي دابا عندي اكس دونك طلعتي دو شين فواحد زعما ظرفيه قصيره وصلتيهم كوميم لي زابوني بزاف. يا بودكاست كان من قبل، بودكاست صافي دابا واحد العام مثلا ولا جو ولا عام ونص. وسميتو هاد القصص ديال الى ستوريز شحال واحد كيقول تيسولي واش بصح واش دوك قصص حقيقيه؟ في الاول كنتي كدوي على قصص ديالك على سامك تعاقل، كنتي كدوي على قصص شخصيه ومن بعد بديتي كتعاود قصص ديال الناس، واش داكشي كامل حقيقي اولا غير كدير ديفيرتيسمون؟ لان من حق واخا تكون كتختار. لا فهمتك. انا في نظري تيبقى من حقك باسكو كتبقى من حقك فازا. بحال الانسان تيجي تكري فيلم ولا تكري مسلسل راه داكشي ماشي حقيقي، يعني ما كايناش واحد يجي يقول لك لا حق هذا تكذب ولا هذا، راه تيبقى ديفيرتيسمون هذاك ماشي بالضروره نعاود لك انا شي حاجه حقيقيه. انا هذا كنشوفها من المنظور ديالي، وين بغيت نعرف واش فعلا دوك القصص حقيقيه سيغتو القصص ديالك انك دوزتي شي عجب لي. يا بغيت نهضر على هذا لو بوان ديال بنادم كيقول زعما كذوب ولا هذا، هو سي فري ما عرفتش بنادم زعما كيفاش كيشوفها الوغ كو ماشي شي حاجه اللي مهمه اصلا تبقى زعما واش كذوب بحال زعما كذوب بصح. هو كنتفهم ملي كيهضروا مثلا على السطوريات ديالي زعما واش كتكذب علينا حيت دينا بحال كتكذب الا كت، ولكن اللي نقدر باش نجاوب السؤال ديالك هي السطوريات ديالي لا كاملين بصح ملي كنهضر على راسي، ومني كنهضر على ناس اخرين حتى هما بصح صيفطوا لي في ايميل ولكن ما نقدرش نتاكد. ابار سا بيان سور بعض المرات كيكون زعما شويه كتاكزاجيري جاست فور ذاك سيك اوف ستوري، خصوصا كطرى لي بزاف ملي كتكون ستوري شي واحد بزاف ما كيكملوش بزاف كيعاود ليا شويه كيعطيني غير ذاك. دونك تقدر انت من بعد تكمل من راسك باش تكمل القصه وصافي. يا فوالا شي حاجات بحال هكا. مي جو بونس المهم انا بنادم ما عرفتش، مي اغلبيه كيصيفطوا لي تصاور بعض المرات يعني جو بونس هما حقيقيين. عطينا هلال كيفاش كدير، يعني مثلا انت غادي تنوض تصور دابا شي قصه شنو لا بروسيدور ولا البروسيس اللي كتبع؟ واش كتنوض تكتب السكريبت فرقه وكتبقى تقرا من بعد في لا فيديو، اولا هي كتطلق الكاميرا وكتبقى تهضر؟ كيفاش كدير؟ بغيت نفهم كيفاش كدير. يا فاول حاجه الا كانت ديالي راه كنبدا نكتب نيشان، كنديسيدي شنو هو ستوري اللي غادي نعاود عليها، وكنقدر نكتب بحال قلت شي هادي ديال الفكره العامه اللي كنا كنديرو في العربيه الا كانت هادي ديالي ولا المهم ندير واحد اخر كندوز من هاد ليطا وكنكتبها، ومن بعد كنبدا نكتب كنديفلوبي ستوري كامله
يعني كنكتب السكريبت كامل من اتش لزد، ومن بعد كنقراه وكنريكوردي هنا نيت، وصافي من بعد الايديتين وداكشي. كيفاش طاحت عليك الفكرة دير داك ميخي هذاك اللي تيبان في يوتيوب وتبقى تلعب به هكاك انيمي؟ كيفاش طاحت عليك ديك الفكرة وما فكرتش تبان في الاول انت بوجهك؟ هو في الاول كانت حيت انا من يلاه بديت كنت كندير كلشي انيماسيون، ف بحال قلت جاست زعما كتفيت هذاك الكونسيبت، كان هذاك واحد كيهضر حتى هو الانيماسيون. ومن بعد ما بقيتش كندير كندير دي فيديو بحال خليته، ما عرفت بحال حسيت براسي حسن نخلي غير هو ما نبانش انا، ولكن بحال بعدو اللي جايين غنبدا واقيلا نبان اكثر. عندي ديجا وحده كان بان فيها، ديجا تيستيت شي وحدين بنت فيهم، مي بحال كانت كتسلكني بلوس كو ما باغيش نبان، ولا كتسلكني من جوج حوايج. اولا يعني قل ديال الخدمه، ولا بحال بريباري وداكشي، يعني ما حيت ما كنبانش كاميرا وداكشي كامل. و ماشي ساهل لان في العراضه ديال السكريبت راه ماشي بحال اللي كتكون كتشوف الكاميرا، فوالا كتعذب اكثر، فهمتيني؟ غتجيك ساهل. وشنو اخر هو والبوان الثاني هو ما كنبينش راسي، كتجيني حسن في بعرك، عارف بعض المرات كنعاير ولا شي حاجه بحال هكا، كنفضل النقطه هذه بغيت ندوي عليها، كنفضل من ما كيجيني زعما هذاك الانيماسيون حسن، فهمتك؟ وليني وتقدر تبقى تخسر الهضره هكا اون فاس وكتبان انت بوجهك، يا كتجي شويه قاصحه، ماشي على قبل انا ما عنديش مشكل، ولكن بنادم اللي يقدر ما يفهمهاش ولا ما يتقبلهاش كتجي شويه قصح واقيلا، يعني بنادم غايلين كيك نيشان معاه الوغ كو انت راه غير كدير في واحد الكونسيبت. انا نعطيك فكره، انا النهار الاول دويت معاك بيرسونيلمون داك هيلا اللي كنعرف فيه ستوريز، ماشي هو اللي كنهضر معاه دابا حاليا، فهمتيني؟ يعني كتفرق البيرسوناج، مي بوتيت الا بديتي كتبان انت وكتخسر الهضره بوتيت بنادم غادي تقصح من جهتك، ولا غادي يوليك يشوفك بهذيك الطريقه. نقول لك وداكشي اللي قلت لك، لا سيفر هادشي اللي كاين، فخصك بحال تمشي مع زعما مع داكشي بشويه بشويه باش بنادم يولف. وديك القضيه ديال تخسر الهضره انا كنشوفها غير عادي، يعني بحال هذيك باش ملي كتهضر مع شي واحد كيتفرج كيحسبك بحال زعما راك غير خير مريح معاه في الزنقه، ولا كيف ما كنقول حيت حنا في الزنقه كنخسروا الهضره زعما ليتس بيري. انا سولو لي زابوني ديالي ليك، علاش داك المحتوى؟ قال لهم هما قالوا ماشي انا، قال لك علاش داك المحتوى الاباحي كان بامكانك دير شي حاجه اخرى؟ فهمتك. اولا ما كاينش غير محتوى زعما، المهم اباحي كيعني بها كتكون شي غولاسيون ولا شي غولاسيون سيكسويال في ستوري ولا داك الشيء. اولا ماشي كلشي بحال هكاك، مي انا زعما كاين بزاف منهم اللي بحال هكاك، فانا ماشي غادي نجي نكذب هنا ولا شي حاجه. و باش نكون عاوتاني راه كترجع لديك اللعبه ديال الوضاحه ديال انا كيفاش كنهضر، ولا ديال الكونسيبت ولا داكشي كامل. في نفس الوقت يعني زعما دوك ريليشن شيبس وداكشي راه شي حاجه في الحياه مهمه، انت راه هذا اللي غايقول هاد الهضره راه تزاد حيت باباه وماما داروا غولاسيون سيكسويال، انت هادشي كيفاش اصلا جيتي للحياه وانت كدير اي حاجه على قبلها، فهمتي؟ واش ما كنبغيش نكون عاوتاني تو ديب في القضيه، مي شي حاجه عاديه اللي انا ما فهمتهاش بنادم كيشوفها وكيقول اباحيه، ولا راه اي فيلم تفرج شي فيه راه تلقى. المهم ماشي ديال المغرب، حيت المغرب حاجه اخرى، مي المغرب حتى ورقه كان عزيز علينا نعطي واحد لي زيكزوم بحال افلام ديال المغرب بحال كازا نيغرا مثلا، لا في تخسر الهضره لا في مثلا داكشي اللي غيطرا، ولا افلام بحال هكا، فحنا معروفين ما عندنا مشكل مع هادشي اللي ما عرفتش علاش، الوغ كو هي شي حاجه بارت من الحياه. وانا بالعكس كنضل المغاربه ماشي، المهم اللي باغي ولا خصو يحاول يبدا يشوفها كشي حاجه عاديه، حيت المشكل ماشي في انا كنديرو، المشكل هو كيفاش كيشوفها. اما راه ستوري كتكون ديما حاجه اخرى، هذيك غير واحد شي حاجه طرات فيها، فهمتي؟ يعني حاجه اخرى، كاين ستوري كاين مشاكل طرا، وكاين في الاخر شي حاجه استفدنا، الوغ كو هو غايشوف غير هذيك شنو طرا، ولا غايشوف هذيك الكليك بيت ديال، فهمتك؟ دونك انت واش مقتنع بداك المحتوى اللي كديره هيلا؟ يا كون ماكش مقتنع كاع ما نديرو، يعني انا يعني واخا شي مرات كتعرض مثلا هكا انتقادات في شكل دي كومونتير خايبين، كيفاش كتعامل مع داك الهضره اللي تقدر؟ لان حنا اونطونك صناع محتوى راه الهضره كتاثر فينا بزاف، انت كيفاش كتعامل مع داك الباد كومنتس؟ بصراحة ما عنديش بزاف باش نكون واضح معاك، فهمتي؟ يقدر بنادم، انا حتى انا براسي كنت سيربرايزني زعما كنشوف الفيدباك، ولكن عندي زعما عندي تقريبا الناس اللي كيعجبهم الكونسيبت ديالي
زعما واي اكثر من واحد اللي ما غيعجبوش، وهذاك اللي ما غيعجبوش الكونسيبت ديالي دابا نريح معاه نقول له زعما علاش شنو هو المشكل كذا، تلقى شي حاجه بايخه فهمتي جبان شالك، غايقول لك شي حاجه بحالك يقول لك واه داك الشيء اباحي، وتلقاه هو براسو كيدخل البورن ولا ما عرفت شنو هو كيدير هو نيت، وزعما باغي يدير فيها زعما احسن مني. كاين القضيه الثانيه بحال هكا ديال او ثاني تخسر الهضره، فبحال كيحطك انت راك صافي شي دري زعما ما عرفت ولد الزنقه ولا ما مزيانش شي حاجه بحال، كاين اللي كيشوفك بحال الميساج اللي وصلك كيقول لك نزل المستوى ديالك، هو دابا المهم ما باغي ماشي كان ما باغي نكلاشي ما والو، نقدر نشوفوا شنو هو السيد المستوى ديالو نقدر نلقى راسي احسن منه فهمت يعني، انا الا هضرت معاه نقدر نهبط المستوى. واش والديك تيشوفوا لي فيديو ديالك سورتو ديال ستوريز الى ستوريز؟ هي صد قضيه تيك تجاوبش على الوالده ديالي كتفرج، الوالد ديالي لا، وعادي حتى هما كانوا راه بحالهم راه والديك حتى هما، وناس اللي ما غاديش يتقبلوا ديك الخساره الهضره وداك الشيء، ولكن مع الوقت حتى هما كيفهموا كتشرح لهم هادشي. واخا زعما عطاني شي حاجه اون ديتاي شويه، واش في الاول كان جاتهم في شكل يعني عاود لي شي حاجه يا يا في الاول اش داك الشيء واش هادشي اللي ربيناك عليه فهمتي بحال زعما شو هاتي بهم ولا شي حاجه، ودابا ماما تقدر تتلاقى معاه تقول لك اه ولدي كي راه في يوتيوب الى ستوريز ما كتفرجش، حيت راه بنادم ما كيرياليزيش، ولكن راه كيسحب لي دابا حاجه انا كنخسر الهضره، راه بالعكس حلات لي بيبان اكثر ما سداتهم يعني، بنادم اللي في عائلتي كنت غير كنقول ليه السلام وليت دابا صحاب، حيت اون فان كونت لقينا بان راه بجوج بحال بحال، غير حتى واحد فينا ملي كنتلاقاو في دوك التجمعات العائليه شي كيكذب على شي مثلا، دابا كنحسوا براسنا بلوس مرتاحين، وهذا هو اللي بغيت نوصل، ميم سي انا ما كنشجعش على تخسر الهضره كوم كنقول لك خسرها بحالي، هذاك كيتبقى واحد الحاجه نتفرجوا فيها نضحكوا، اما انا بالعكس انا ما زعما ماشي شي واحد اللي كيشجع عليها، وكنقول هذه الهضره حيت كنحس براسي شويه ساهمت واقيلا في يوتيوب في هذه اللعيبه هذه، وواقيلا كيجيب لي الله من بعد ما بديت انا وكبرات الشين، ولا شي وحدين انتوما كيزعموا كثر يخسروا الهضره وداك الشيء، الوغ كو ما غتزيدوا هو والو، راه ماشي حيت انت الا زدتي تخسر الهضره صافي. ما يسحبوش كو اكتر كلي دو طون سوكسي راه هو تخسر الهضره، يعني كيف ما هي اللي خسر الهضره ونجحت انا راه غنوض نخسر الهضره وغادي نولي في حاله، راه ماشي هذاك هو اللي يخلي نجحك، مي بالعكس الافكار ديالك والقصص ديالك والطريقه باش كتلقيهم راه هي اللي خلات الانسان يوصل. داك الشيء اللي كاين يعني المهم انا بغيت نهضر على راسي ويرز زعما في يوتيوب وشحال من حاجه، وكما قلت الطريقه باش كدير القصه وداك الكوميدي اللي كنحاول ندير والسكريبت، الوغ بنادم اللي راسو المهم اسمح لي على على اللعيبه مي كنجمع هذوك هذو اللي كيشوفها بطريقه اخرى، هذاك راسو فيه خريق من الاخر كيشوف غير داك الشيء هو اللي عوج، ما كيشوفش حاجه زوينه ولا يشوف الطريقه كيفاش تقالات وفي الاخر شنو درنا، فما هو يمشي على شي نقطه، هذوك اللي كيتعلم ما كيتعلمش مزيان حق غير خسرت الهضره راه صافي راه بخير، لا ماشي هذيك. وانا مؤخرا كاع لي فيديو الاخرين كنحاول نميوت شي تخسر الهضره، فيديو يلاه درت دابا يلاه درت دابا ما عرفتش واش الفيديو غيكون اوت مع هذا الوقت ولا لا، ما فيهش كاع تخسر الهضره، فانا بالعكس كنحاول نقصها حيت على قبل القضيه كون بنادم غير فهمها عادي كنت نقدر نكمل عادي ما كاين حتى مشكل، كنت تخمن تبقى تنقص منها يجيو عندك اكثر ديال الناس اللي فوالا غيبداو يشوفوا الفيديو بلا تخسر الهضره وغادي تولي تعجبهم، فهمتي شنو بغيت نقول لك، تكون ان بوان دو بلوس بالنسبه لك انت. فوالا سي فري، هي بحال الا ما كنتش كتخسر الهضره الشيء من ناحيه الاودينس، راه داكشي باش نوض نعطي لبنادم زعما بلوس ديال الدار، حيت بنادم راه غاط راه من ناحيه تخسر الهضره راه كيتفرجوا فيا دي بارون كيتفرجوا فيا بنادم اللي حتى هو يعني انت واقيلا كتقول حيت انا الكونسيبت ديالي في تخسر الهضره ما غيتفرجوش فيا، راه بالعكس عندي بزاف ديال بنادم بعقله بنادم ما كيخسرش الهضره هو اصلا كيتفرج وعاجبو داكشي، فيا انا بغيت نقص ما تعرف بنادم يقدر ديك الساعة يكون يتفرج زعما مرتاح كتر مع دارهم ولا المهم زعما راك فهمتي يعني يكون في شي بلاصة بوبليك ولا غير مع صحابو، وغادي نزيد نبدا نبين راسي كتر، فتادي وقيلة واحد الغيزون اخرى علاش نحاول نقص منها. شنو كتنصح الناس وسيغتو الناس اللي سيغتو صناع المحتوى اللي كيجيهم انتقادات من عند اشخاص اللي ما تيعرفوهمش اللي كيسبوهم على والو كيحاولوا يطيحوا منهم على يعني بعدة اسباب، سواء الحسد سواء بنادم كتعرفو وكتلقاه ما كيدير والو وتيبقى ينتقد على اي حاجه. شوف حنا عايشين في المغرب يعني ماشي حاجه جديده عليا، مثلا داك البولين في الانترنت، ديك البنادم يطيح منك، بنادم يقول لك شي هضره دازنت ميك زعما اني سنس، هادشي كابرين به فالحمد لله من واحد الناحيه، حيت داكشي فريمون كيرسك واخا كابر به كتبدا تقرا بعض المرات بحال دابا
غير واخا يعصبك واخا انت ما ديرش فيه ولا غير تبلوكي في البلاصه، مي دارت لك شي حاجه حيت داكشي كي افيكتيك بغيتي ولا كرهتي. واخا نجي نكذب عليك نقول لك ماك زعما ما كتدخلش ليا ولا داكشي الا قرايتي كيبقى لك في اللور في راسك، يقدر يخربق لك غير المورال. البنادم اللي باغي يدير شي حاجه ديك الهضره ديال بنادم ما غتزيد كوالو، خصوصا ملي غتشوف حياتك من واحد 5 سنين 10 سنين وتلوك باك وتقول وا ما درتش داكشي اللي كنت باغي ندير. علاش؟ حيت سعيد كان صاحبي كيقول لي حتى داكشي ما غايجيش معاك، غيضحكوا عليك، فهمتي؟ انا عزيز عليا هذا الكونسيبت هذا ديال تشوف زعما شوف الفيوتشر ديالك وشوف واش تكون راضي على داك الشيء اللي ما درتيش دابا. اما الهضره ديال بنادم خصوصا في المغرب راه ما تزيدك ما تنقصك اي حاجه، اي حاجه بغيتي دير في حياتك غيحضوك عليها وغادي بنادم يقولها لك، يعني ماشي اوروف شي زعما من نيتو، اوروف جس حاسدك، يقدر يكون صاحبك وما باغيكش دير شي حاجه حيت هو ما دير حتى حاجه في حياته. فلو في ديال انت غادي دير شي حاجه بحال كتريفليكتي ليه فهمتي هو كيفاش عايش وكتريفليكتي ليه راسو، فهو بحال حيت ما حاملش راسو كيديجاجي فيك. والسيم ثينغ جوز حتى واحد ما كيعرفكش، حنا دابا كنعطيو صاحبك زعما دار واحد السيناريو اللي صاحبك اللي غيبغي لك الخير ولا معساك، واحد ما كيعرفكش راه هو دايز هو حاقد على حياته مجبد في شي سداري فهمتي ما دير والو في حياته، ويجي كومونتي لك شي كومونتير بحال هكا يقول لك بحال زعما هذا الشيء ما مزيانش ولا هذا المستوى هابط عليا. سو يا خصكم تاوفركاميو هذه القضيه ديال الناس حيت ما كتعطيك حتى حاجه، خصك تاوفركاميو ماشي غير في هذه القضيه، في حياتك ما تبقاش حاد زعما كتشوف بنادم ما باش يخرج الزنقه كيفكر لها بحال ما عرفت فين غادي، الوغ كو شكون غايشوفك انت كاع شكون ديافك تلقاه فهمتي هو مع راسو. بنادم خصو يحاول ياخذ، وهذا الشيء ما غيمشيش مع راسك، كيمشي باكشنز كيف ما قلنا. يعني الا باغي دير شي حاجه نوض ديرها وما تتسوقش يوتيوب لا اي حاجه، باغي تنوض تخرج دير شي حاجه خرج كيف ما بحال عايشه بوحدك. سي هلال واش اونغاجي ولا سيليفاتير؟ يا ما نعرف ما كيف ما كان. مغربيه ولا قوريه؟ مغربيه. بنادم اللي متبع ستوريز ديالي راه عارف، حيت كنت زعما هضرت على هادشي شويه بعد مرات مع مغربيه وزعما كنا اونصومبل من شحال. السن المناسب للزواج بالنسبه لك؟ انا كنشوفهاش السن صراحه، كنشوفها واش بورتو يعني انت فوقاش تبغي تزوج بديك الشخص اللي كتبغيه. واحد ما بين 25 30 مزيانه، ولكن انا كنشوفها اكثر زعما واش فينونسيغمون قاد عليها، واش في دماغك زعما قاد، واش متاكد هذاك هي لا بيرسون مع بين باغي تسالي حياتك، واش ناضج اناف باش تاخذ واحد، حيت راه ديك الساعه كتولي زعما ديبندنت على ايتش اذر تقدر. ولي كيقول زواج كيقول من بعد ولاد ولا شي حاجه بحال هكا، مي خص بنادم يكون كابر شويه في عقله باش ما يخسروهاش، حيت هذاك واحد الانجيجمنت ديال الحياه، فماشي تتزوج وتبقى تخربق وتصقوا مطلقين في 35 ولا 40 وسير عاوتاني المغرب ولا كندا. زعما باش نعزل نعزل المغرب، ولكن ما عرفتش شنو السؤال ديالك، حيت بيان سور كاينه غيزون علاش انا هنا الا كنت غنعزل المغرب. كنت تبغي يعني ايه سي فري كراك خدام كتقاتل على مستقبلك اي توسا، مي ديك الوقيته ديال الاستقرار كنعرفوها كاملين، فين باغي تستقر؟ شكون البلاد اللي كيبان لك غتستقر فيه يعني لو ريست دو طاجي؟ يعني واش في كندا او في المغرب؟ المهم هو الفكره تقدر تحول مع الوقت، مي حاجه اللي كنقول ديما هي الا عندي فلوس، يعني فلوس بزاف اللي يقدروا يعيشوني داك الحياه اللي باغي في المغرب. الى زعما عندك واحد النيفو ديال العيش اللي موايان راك عارف عادي داك الشيء. شحال تقريبا ديال الفلوس بالنسبه لك في المغرب؟ شحال خاصك في الشهر المغرب؟ نعطيك زعما كيفاش كنتخيلي، خاصك تكون ديجا في شي ريزيدونس اللي فيرمي سيكوريزي ومع ناس نقيين، خاصك تكون عندك طوموبيلتك بيان سور ومزيانه، ماشي بحال الايديس اللي عندي ما فيهاش الكليم وداك الشيء، خاصها يكون فيها الكليم باش ملي تخرج تسد الدجاج ترتاح فهمتي تطلق موسيقى. المهم يكون عندك طوموبيل ديالك وما تكونش محتاج يعني تخلط مع بنادم باش تربح الصالير ديالك، يعني ما محتاجش الزحامات سير جي، خصك الناس تعيش مع الناس وداك الشيء من الاحسن، هذيك باش باش تعيش مرتاح، هذا الشيء اللي بغيت نعني، يعني تكون عندك حاجه اونلاين ميبي، هذا فكره مزيانه وتقدر تافورد هذا الشيء اللي قلت لك،
يا علاش لا، يعني غتكون ديك الساعة تكون عايش الزوين ديال المغرب. عندك دي سايد بروجيكت ابار الخدمة ديالك؟ كتخدم اونلاين؟ كتانفيستي في شي قنت؟ شنو كدير من غير الخدمة؟ ومن غير يوتيوب بيان سور، حتى هو بور موا راه بحال سايد بروجيكت. الان غير كنبقى ديما تيستي، بحال دابا غير مرة مرة يعني، كتجي اوكازيونيلمون كنجرب شي حاجة في الاي كوميرس، ولا كنجرب شي حاجة ما عرفتش، شي حاجة ديال من هاد الناحية زعما ديال الديجيتال ماركرين اللي واقيلا فيها فلوس، ولكن الاكثر هي كنديرها غير باش نزيد نتعلم شي حاجه جديده. مؤخرا بديت كناخد كريبتو، كنت هضرت معاك كنا هضرنا عليها، صافي هادشي اللي كاين صراحه. مي كنبقى نحاول ديما نزيد نتعلم شي حاجه، وكنتيستي زعما دي بروجي اون سايد اللي بزاف منهم ما كينجحوش، مي كنتعلمو. هذه نقطة زوينة صراحة قلتيها، بزاف منهم ما كينجحوش. هذا لا يعني أننا خصنا نحبسو أو نفشلو ونقولو صافي أنا ما غيستقليش غادي نحبس كلشي. مي لا حاجة ما حبساتش، سواء راه فيها المشكل أو لا فيها المشكل. إذا كان فيها المشكل خصنا نلقى الحل فيها، أو إذا كان فيها المشكل سواء نصلحها أو لا ندوز لبروجي آخر، ماشي نبقى حاصل فيه ونزيد نضيع الوقت. بنتي لو ما بان لك ما كيزيدش فيه، ما عطاكش فيه، دوز لحاجة أخرى ما كاين فيها حتى شي عيب. راه انا شخصيا شحال بروجي بديت فيه وما صدقش، راه ما يمكنش الغرق ديال الفلوس ضاعوا في ذوك البروجي الفاشلين. هذا لا يعني بان خاصك تحبس كاريمون. لا فوالا، خصك انا بالعكس، انا كتجيني دي بارت من الحياه اللي خصك ديما تكون كتجرب بحال هكا شي حوايج، تيستي ما صدقاتش كيما قلت شي موفون، ماشي عندك حاجه ولا جوج ومريح. حيت اذا كنتي باغي، المهم كل واحد والاهداف ديالو، ما كنتي باغي تسكسيدي في حياه، راه بارت من السكسيس راه هو واحد الفيليرز بزاف، وخصك والكي باش زعما توصل هو اوفر كامهم وتعلم شي حاجه منهم، وعاني اما فلوس تخسرهم. اخر سؤال اللي نقدر نسولك باش نشجع الناس يعرفوا هادشي ديال السوشيال ميديا كو راه فيه الفلوس، الا كان ممكن تقول لنا تقريبا شحال كتخلص من ادسنس فهادشي ديال اليوتيوب اللي درتي؟ سا دي بون، على كل شهر راك عارف. مي نقدر نقول واحد 6000 شي حاجه بحال هكا. تقدر، كاين شي بوستات ثاني بزاف تقدر تطلع اكثر، 8000. المهم كما قلنا على حسب الشهر، كانوا شهور غير 4000، بعد مرات كيضربوا لك فيديوهات فما كاينش حاجه، راك عارف كيطيحوا لك زعما المونيتيزاسيون. شحال من فيوز تقريبا عندك في الشهر شهريا؟ عندي كتوصل لجوج المليون، فحنا عارفين السي بي ام هابط شويه في المغرب، داكشي علاش. اما كنا كنديروا بحال الفيوز اللي كنديروا في المغرب في امريكان، كون عندنا سالير نيس كنا مريحين كاع ما كنخدموا، وداكشي اصلا راك عارف كديروا حيت كيعجبك بلوس كو زعما كديروا على قبل الفلوس. هو اتس نايس بعدا كيعطيك شي حاجه واخا تعرف، غير كتعاون بها انت تكري اكثر، شري ماتيريال، بزاف د الحوايج هادشي اللي كاين. اوبا الا كنظن انايا بوغ موا سولتك كاع لي كيسيون اللي كانوا في بالي، عرفنا بزاف ديال الحوايج، عرفنا الظريف ماشي هي كتخسر الهضره. لا انا درويش. دونك فوالا كنشكرك بزاف حيتاش قبلتي الدعوه ديالي. اي غنخلي لكم لاشين ديال ايلان في لا ديسكريبسيون، دخلوا تابوناو عنده، تسنتوا لي ستوريز ديالو، راه فريمون اللي ما تيعرفوش بيان سور راه غادي فريمون تموتوا بالضحك. انا بعدا نقول لكم من هنايا اي برافو عليك، شابو عليك، كمل الساط، راك غادي غادي شكرا غادي بزاف. حتى انت غادي مزيان، وشكرا زعما فور هافين مي، وهاد الكويشنز زعما خلاوني نجاوب كما قلتي بزاف الحوايج اللي كاينين اوتور زعما على الكونسيبت ولا النيم ديالي. فيا ثانكس الوت، وتاني كيعجبني داكشي اللي كدير، و جود لاك ان شاء الله بجوجنا نسكسيدي وحسن وحسن ان شاء الله. ان شاء الله الله يحفظك ليا. دونك فوالا، عجبتكم لا فيديو لايكي وكومونتي وتابوني عندنا بجوج، هادشي اللي كاين. نشوفكم في لا فيديو بروشين ان شاء الله. تشاو، باي باي.